أذكر مشاهدينا أنهم منذ قليل شيع جثمان الراحل الفريق أحمد زجيت صالح إلى مثواه الأخير بعد أداء صلاة الجنازة على روحه. إذا نتابع الآن تعازي المواطنين لعائلة الفريق وللجزائريين أيضا. لله ما أخذ، إن لله وإنا إليه راجعون. لقد كان رجلا بألف رجل، قائدا بألف قائد، لقد تعهد أمام الله أن لا تسيل قطرة دم واحدة، وكان عند وعده، وتعهد أمام الله أنه ليس لديه أي طموحات سياسية عبر ربوع الوطن من أجل تفعيل المادة 7 و8، ومعناها الحقيقي تسليم السلطة للشعب عن طريق الانتخابات نزيهة وشفافة. وقد تم هذا باختيار الشعب الجزائري رئيسا اسمه السيد عبد المجيد تبون، وبهذا الشكل يكون الفريق رحمه الله قايد صالح قد كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ هذه الثورة السلمية، بعدما أن كتبه في تاريخ ثورة نوفمبر 54 المجيدة. اللهم ارحمه واغفر له وثبت قلبه عند السؤال واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اغفر له وارحمه، اللهم ثبته عند سؤال ملك، اللهم اغفر، إنا لله وإنا إليه راجعون. ربي يرحمه إن شاء الله ويوسع عليه والله يوسع عليه إن شاء الله يلقاها في ذيك الدار إن شاء الله. من مدينة مشتليلي الشعانبة ولاية غردايا جئنا لنعزي أنفسنا ومؤسستنا العسكرية في هذا المصاب الجلل الذي أصاب جزائرنا الحبيبة، ولا يسعنا إلا نقول راضون بما قسم الله من قضاء وقدر، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمك الله أيها الزعيم القائد، لقد كنت رجلا ومت بطلا، فالمجد والخلود للرجال من أمثالك. إنك حقا دخلت التاريخ من بابه الواسع حينما حافظت على سلمية الحراك فلم تسقط ولو قطرة دم، ووضعت الجزائر على سكتها على السكة، ومن خلال انتخاب رئيس جمهورية أول السيد عبد المجيد تبون عاشت الجزائر حرة مستقلة. جيت من ولاية برج باريريج بيت هنا باش نحضر الجنازة تاع القائد والشهيد والمرحوم والأب أحمد قايد صالح ربي يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم، حضرنا في هذا اليوم التاريخي الذي شهدته الجزائر والعالم كل أجمعين. القايد صالح رحمه الله في صغره حارب الاستعمار الفرنسي، وفي شبابه حارب اليهود، وفي شيخوخته سجن العصابة. هذا أكبر إنجاز توفر في هذا الشخص، وهذا الشخص غير مفهوم العسكرية الذي كان عند العالم وعند العرب، خاصة تقليد الانقلابات وخذ السلطة، غيرها هذا القائد العظيم، غيرها بمنح السلطة للشعب وتسليم السلطة للشعب والشعب. وأنا من الجنوب وكل مدينة ورقلة هنا، أنا هنا ومن كل مدينة ورقلة تعزي هذا القائد الفد رحمه الله القائد، ورحم إن شاء الله جميع موتى المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا من ولاية صلغوز منتدبة حاليا، جينا اليوم نعزوا نفوسنا ونعزوا الجزائر بهذا المصاب الجلل. وقايد صالح كان أب وبطل وزعيم وكل ما تحمله الصفات من رجل شجاع، وأدى الواجب تاعه بلك نقول لك اكثر من الزياده، اكثر من اللازم، وربي يرحمه.